إلا لمن ارتضى. والله لا يرضى إلا عن المؤمنين، ليس يرضى عن الفاسدين والظلمة والجبارين والمتكبرين. فشفاعة النبي هي للمؤمنين خاصة في الجنة، ليزيدهم الله نعيما إلى نعيمهم. أما المذاهب الأخرى الذين يقولون شفاعة النبي لأهل الكبائر، وروى حديث عن النبي مكذوب، قالوا أن النبي قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. بحثنا عن أصل هذا الحديث فوجدنا رواية عن العالم الحسن البصري، فإذا الحديث ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، الحديث الصحيح ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، إنما حذفوا منه كلمة ليست، فبقي الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا الحديث يدعو ويحث الناس على ارتكاب المعاصي. بيقول الإنسان عندما يسمع خلاص أنا بأفعل الكبائر وبترك الصلاة ولا عني عامل أي عمل والنبي بيشفع لي يوم القيامة. هل يصدر هذا من حكيم؟ فنقول حاشا رسول الله أن يكون تكلم بهذا الكلام، لأن النبي لا يخالف القرآن الكريم، والقرآن الكريم قد توعد العصاة بالخلود في النار، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده